وأنتم تقرؤون وتسمعون وبكم من سافر ورأى العجب العجاب من أفعال هؤلاء وشركياتهم ووثنياتهم، ولا يقبلون نصيحة ولا يصغون إلى من يناديهم إلى الحق إلا من شاء الله عز وجل. فهذا أمر خطير، ولا يجوز لطالب العلم والعالم أن يسكت على هذا، بل عليه أن يبين للناس ويوضح للناس ويدعو إلى الله. ما معنى الدعوة إلى الله حينئذ؟ ما دام أننا ساكتين عن هؤلاء، ندعوهم إلى الصدق وإلى عدم الغش في البيع والشراء وإلى ترك الربا وإلى ترك الزنا، ونترك الشرك، نترك الخطر العظيم. يجب أن نبدأ بالتوحيد والنهي عن الشرك، وأما بقية الذنوب فإنها تحت المشيئة، لكن الشرك لا يقبل المغفرة ولا يدخل تحت مشيئة الله في المغفرة. فكوننا نبدأ بالفروع والحواشي والجوانب ونترك الأصل، هذا ما هي هذه الدعوة إلى الله عز وجل. الرسل أول ما يبدأون بتصحيح العقيدة والدعوة إلى الله عز وجل، ما يبدأون بالأطراف والأشياء والجوانب التي لا تنفع مع عدم التوحيد وعدم العقيدة الصحيحة. فلو أن الإنسان ترك الزنا وشرب الخمر وترك الربا وترك جميع المحرمات إلا أنه مشرك لم ينفعه ذلك كله. ولو يصلي الليل والنهار، لو يتصدق بجميع أمواله، ما دام عنده شرك أكبر فلن ينفعه ذلك. أما لو كان عنده توحيد وإخلاص لله عز وجل وسلامة من الشرك، فهو ولو عمل بعض الكبائر فإنها يرجى له المغفرة، وإن عذب فإنه لا يخلد في العذاب. فكيف نترك الأمر الخطير ونتجه إلى ما دونه ونقول هذا هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ الآن أنتم تعرفون جهود الدعوة، كثرة الدعاة ومؤسسات ومراكز، لكن الأضرحة على حالها بل تزيد في العالم الإسلامي، والتصوف والبدع تزيد. أين الدعوة إلى الله؟ وين هالجهود وهالثمرات؟ صار ما لها فائدة. فالواجب علينا أن نتنبه لهذا الأمر، وأن ندعو إلى الله على بصيرة، ونبدأ بما بدأت به الأنبياء والرسل أو تصحيح العقيدة ثم البناء عليها، لأنها هي الأساس، وما عداها فهو مبني عليها. فإن كان الأساس صحيحاً كان البناء صحيحاً، وإن كان الأساس فاسداً انهار البناء ولا ينفع صاحبه. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار انهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين؟ هذا مثال واضح في من أسس دينه على عقيدة صحيحة ونية صالحة، ومن أسس بنيانه على شرك وعلى أمور أخرى مخالفة لدين الله، هذا مثال واضح في القرآن الكريم.